تاريخ والسؤال هو: طيار مصري كان أخاً لرئيس راحل واستشهد في حرب أكتوبر 1973، فمن هو؟ من أوائل شهداء حرب أكتوبر، وطبعاً شارك في حرب الاستنزاف، هو اللي دمر صواريخ الهوك الإسرائيلية، اسمه إيه؟ عبد الناصر. هو أخو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقريباً كان اسمه خالد. عبد الناصر، إجابة خاطئة. في إجابة جامعة المنوفية؟ محمد عبد الله. أخبار الطبخ إيه يا محمد؟ سمعت إن أنت حريف طبخ. شوية مشويات بقى حضرتك، يعني زي الفل. شوية مشويات؟ آه، مشويات زي الفل. جميل جدا. دايما أنا بدل وصفات لقرايبي وكده، يعني أي حاجة أقول لك هنكلم الشيف. شيف كمان؟ إجابتك إيه؟ أكيد عاطف السادات. البطل الراحل المصري عاطف السادات، إجابة صحيحة. 10 نقط المنوفية 30، وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ وسؤال.